بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لكلامنا، اتكلمنا اول محاضره على الكونتراست انديوز نيفروباثي. المره دي هنتكلم على الرابدوميولايسيس. احنا الهدف من المحاضرات اللي احنا بنعملها دي ان احنا نغطي كتاب اوكسفورد هاند بوك نيفرولوجي اند هايبرتنشن. خلصنا جزء بتاع الكونتراست انديوز نيفروباثي، هنكمل بقى كلامنا على الرابدوميولايسيس ان شاء الله. الرابدوميولايسيس برضه المحاضره ان شاء الله حضراتكم هتلاقوها، الباوربوينت بتاعها هيبقى موجود على nephrotube.com تحت السيكتور بتاع الاكيوت كيدني انجري، والفيديو هينزل ان شاء الله النهارده او بكره بكتير على الشانل على النيفروتيوب على اليوتيوب، وطبعا ده التويتر اكاونت، ده الفيسبوك بيج، والاهم هو الفيسبوك جروب. احنا دلوقتي مقربين على 11000 ممبر في الجروب ان شاء الله. طيب، رابدوميولايسيس بدايه التعريف بيها كانت في الحرب العالميه، ابتدوا اكتشفوها ان الجنود اللي بيتصابوا بيجي عليهم المانيفستيشنز بتاعت الرابدوميولايسيس، وكانت دي البدايه، وده اللي ذكره الكتاب اوكسفورد هاند بوك اوف نيفرولوجي، ان في الحرب العالميه الثانيه ابتدى يظهر او يتشخص ايه الرابدوميولايسيس. انا هعلم في الانترودكشن ده على حاجه، احنا عايزين بس نحط في دماغنا، لان الرابدوميولايسيس اول ما بتيجي في دماغنا كلنا مهما كانت خبرتنا قد ايه في الشغل، الرابدوميولايسيس بتيجي في دماغنا يعني انجري تروما. لا، ممكن الرابدوميولايسيس يحصل من غير انجري او تروما. عشان كده حاجة بسيط هنا في الكلام اللي مكتوب قدامك، it is caused by either energy depletion and cell death or more common during reperfusion of ischemic muscle. خلينا في دي energy depletion، ممكن يحصل rhabdomyolysis without trauma، مشكلة في الانرجي ستور بتاع العضلة، وازاي ده هنقوله يعني introduction ده مش هيوضح غير ما اتكلم كمان شوية. اول عضلة بقى حصل لها trauma وcompression وعمل اسكيميا، والاسكيميا دي هي اللي عملت الانجري، وايفن بعد احنا عارفين طبعا في حاجه اسمها ريبرفيوجن انجري، اي عضله بعد ما البلاد سبلاي بتاعها يفتح فجاه بيحصل اوفر فلو اند انفلتريشن بالليكوسايتس، والليكوسايتس دي بتطلع بقى اوكسيدنت سبيشيز والكلام ده، وده يعمل ايه انجري. فان جنرال انتروداكشن الكلام هنا يهمني في نقطه اوليه واساسيه، ان ممكن يحصل رابدوميولايسيس تروماتيك اور نون تروماتيك، وهو ده اللي انا عايز اقوله. الرابدوميولايسيس ما بي تروماتيك ولا نون تروماتيك. تروماتيك ان العضله بتاعتي حصل ليها انجري. الاسباب في الجدول عند حضراتكم موجوده في الكتاب بتاع اوكسفورد. التروما باشكالها، تروما باشكالها، عيان وقع، عيان اتخبط، عيان جاله كونفولجنز الى اخره، تمام. وات ايفر شكل التروما، ايه اللي بيحصل بقى؟ تعال بقى نشوف احنا عايزين نربط البنش سايد بالبيت سايد، عايزين نربط الباثوجينيسيس والشكل بالكلينيكال مانيفستيشن والدايجنوز. لو افترضت مع حضراتكم ان دي المايوسايت سيل، خليه العضله، وده السيروم الدم. معروف ان جوه العضله، جوه المايوسايت سيل، في بعض الكونستيتينس، فيها سي كي، كرياتين كينيز، ال دي اتش، بيورينز، الكترولايت زي البوتاسيوم والفوسفور، امينو ترانسفيريز انزيمز اند لاكتين. وجوه العضله بيبقى فيه المايوجلوبين، والمايوجلوبين هو السورس of storage of oxygen، بديل الهيموجلوبين بتاع الدم. بره العضله هيهمني من السيروم الصوديوم والكالسيوم. تعالى تخيل ان العضله دي حصل فيها تروما، احنا دلوقتي بنتكلم على تروماتيك رابدوميولايسيس. تروما هتؤدي الى ان المايوسايت سيل هتتدمر، وده هيؤدي الى اكسيت تشينج في الكونستيتيونس بتاعت السيروم والمايوسايت، اكون كونسنتريشن جريدينت والفلو والديفيوجن والكلام ده كله. اللي جوه الخليه هيطلع بره، واللي بره الخليه هيخش جوه، وده هيؤدي الى الاعراض اللي احنا هنشوفها. طبعا البيورينز لما تطلع بره هتتحول الى يوريك اسيد، ومن الشكل اللي قدامي ده انا هبتدي اشرح العيان ده ممكن يجي بايه، والعيان ده انا ممكن اعالجه ازاي. طيب، حاجه من الحاجات المهمه جدا، مع دخول الصوديوم جوه الخليه بيسحب معاه ميه جوه الخليه العضله، ودي حاجه من الحاجات اللي هنتكلم عليها مهمه جدا، اللي هو كومبارتمنتال سيندروم. يبقى نتيجه دخول الصوديوم والكالسيوم جوه العضله، لما العضله حصل فيها رابتشر سحب ميه معاها، لما سحب ميه معاها ده هيؤدي بره الى هايبوفوليميا، وطبعا حصل بره هايبوكالسيميا نتيجه دخول الكالسيوم وهروب الكالسيوم من السيرم الى ايه؟ الى المصل. طيب، انا عرفت دلوقتي لما بيحصل رابدوميولايسيس ايه التشنجز اللي بتحصل. طب السؤال بقى، ايه اللي يدخل العيان ده في اكيوت كيدني انجري؟ الاوكسفورد هاند بوك ابتدى يتكلم على المايجلوبين بتاع العضله، المايجلوبين اللي جوه العضله اللي طالع بره، وازاي المايجلوبين ده توكسيك، وازاي المايجلوبين ده ممكن يعمل اكيوت كيدني انجري. لان زي ما هو كاتب كده، المايجلوبين ان اكسس، المايجلوبين اكسس، الفيريك فورم بتاعه ما يطلع في السيرم هيبقى فلترد وينزل في اليورين، ويبقى كونسنتريتد في التيبيولز، وهيعمل كاست فورميشن،
بجانب ان هو بيعمل برضو اوكسيدنت تيوبلر سيل انجري، تمام، وبيعمل اوكسيدنت افكت، والاوكسيدنت افكت ده هيؤدي الى انه يدمر الخليه. يعني عايز اقول هنا ان القصه كلها تيوبلر، نتيجه مين؟ نتيجه نزول المايكلو. ده الكلام اللي كاتبه اوكسفورد، تمام. ولكن في نقطه مهمه في الباراجراف ده قبل ما نقله، بيقول نوت اول رابدومايولايسيس هيعمل اكيوت كيني انجري. ممكن تلحق العيان بدري، بس ده مش هيبقى شغلك بقى، انك مش هتبقى بلغت عليه اللي هو ادوا العيان فلويدز بكميه كبيره. انا عايز ارجع بقى هنا المايجلوبين. يبقى المايجلوبين بيعمل انجري بطريقتين، هيسد التيبيولز وليه اوكسيدنت افكت. بس انا عايز اتكلم بطريقه اشمل شويه، هطلع بره كتاب اوكسفورد سنه، تمام. لما بيحصل ماسل انجري، انا عايز اشرح ازاي بيحصل اكيوت كيني انجري في العيان ده. لما بيحصل ماسل انجري، لسه قايل لحضرتك دلوقتي، الصوديوم بيدخل جوه العضله ويسحب معاه ميه، فالميه اللي موجوده في الانترافاسكولار سبيس بتقل، بيبقى فيه الفوليوم بيقل، وده هيعمل رينال هايبو برفيوجن. واحنا عارفين ان مع رينال هايبو برفيوجن باي اوتو ريجيلاتوري ميكانيزم بطريقه او باخرى، مع الوقت ممكن يحصل رينال فاز كونستريكشن، وكل ده يعمل اكيوت تيبلر نيكروز. حاجه ثانيه، الماسل انجري بيطلع انفلاماتوري ميديتورز كتير من العضله، ده بيزود رينال فاز كونستريكشن. واخيرا المايجلوبين، المايجلوبين بيبوظ النيتريك اوكسايد، المايجلوبين بيعمل كاست، المايجلوبين بيعمل رياكتيف اوكسيدين سبيشيز زي ما قلنا، وكل هذا في الاخر يؤدي مجتمعا الى الاي تي ان. ليه انا عرضت الالجوريزم اللي قدام حضراتكم ده؟ لان انا هو ده اللي انا هستخدمه دلوقتي في اختياراتي للمانجمنت بتاع العيان ده، معتمدا على الباثوجينيسيس بتاع الاكيوت كيدني انجري ده، هو فلويد سيكوستريشن، انفلاماتوري كاسكيدز، المايجلوبين دي الباثوجينيسيس بتاعه. يبقى انا عرفت دلوقتي ليه اما العيان حصل دلوقتي تروماتيك رابدومايولايسيس، العيان ده دخل في اكيوت كيدني انجري، تمام، مينلي المايجلوبين مع الهايبوفوليميا، مينلي في كلمتين. طيب ده التروماتيك رابدومايولايسيس. طب ايه هو النون تروماتيك رابدومايولايسيس؟ ازاي عيان ما حصلوش تروما يخش في رابدومايولايسيس؟ whatever the cause of non traumatic rhabdomyolysis الموجودين في الجدول اللي في اوكسفورد، سواء كان ادويه او مايوباثيز او فايرال انفكشن او اندوكراينال ديستربنس او الكترولايت ديستربنس، هتلاقي حاجات كتير موجوده عند حضرتك بتؤدي الى rhabdomyolysis ونون تروماتيك. فكرتهم اغلبهم بتعتمد على ان الانرجي، تخزين الانرجي اللي جوه العضله بيبوظ، وهو ده اللي بيعمل سد. ازاي؟ هناخد الفكره ببساطه برضه عشان الكلمه اللي مكتوبه في اوكسفورد ما تبقاش عايمه. جوه العضله بتاعتنا احنا عارفين ان في الانتراسيريك كونتنتس اللي احنا متفقين عليها، اللي هو ال دي اتش والبيورينز والشله اللي احنا قلنا عليها، كاتبه وانا بس المره دي في كلمه واحده، انتراسيلولار كونتنتس. واتفقنا مع بعض، او يمكن اول مره نقول، ان جوه اي عضله طبعا في ساركوبلازميك ريتيكولم، ده المخزون بتاع الكالسيوم جوه اي عضله. طيب اي عضله في الدنيا على الممبرين بتاعها في صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، واي عضله في الدنيا في على الممبرين بتاعها كالسيوم اي تي بيز بامب، وعلى الساركوبلازميك ريتيكولم في كالسيوم اي تي بيز بامب. كل دول مهمين في الفانكشن بتاعت الكونتراكشن بقى، والاكتين والمايوسين، وازاي يمسكوا في بعض العضله الكونتراكت وتريلاكس، مش قصتي. اللي بيحصل كالاتي، ان الفاكتورز كلها اللي بتعمل نون تروماتيك رابدومايولايسيس غالبا اغلبهم بيأثروا على الاي تي بي بطريقه او باخرى بقى. فالاي تي بيس فانكشن هبوظ، فالبامبس بتاعتي دي معتمده على الاي تي بي، مفيش اي تي بي واي تي بيز البامبس دي باظت شغاله كويس. البامبس دي باظت، ده هيزود الانتراسيلولار اند انترا ميتوكوندريال كالسيوم، الكالسيوم اللي جوه العضله يزيد. والكالسيوم اللي جوه العضله لما بيزيد بيزود الماسل كونتراكتيليتي ويخليه مينتيند، وده يعمل رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وده اللي يضيق العضله ويعمل سيل ماسل ديس، ويبوظ يعمل نكروز الممبرين بتاعها، ويحصل اكس تشينج بين الاوتر والانر ممبرين. يبقى الكلمه اللي هي مكتوبه في سطر ان بيحصل انرجي ديبليشن اند سيل نكروزز، فكرتها كده الفاكتورز النون تروماتيك بتاثر على الاي تي بي، يبوظ الكالسيوم هوميوستيزيس جوه العضله، يعمل دامج في العضله. ايه الاسباب؟ الاسباب كتير بقى، عندك دراجز وتوكسينز. قبل المناسبه ان شاء الله احط اسئله ام سي كيو من هنا لغايه المره اللي جايه اونلاين على النيفروتيوب، متعلقه بالمحاضرتين اللي احنا قلناهم النهارده، الكونتراست انديوز دراج. عندك بقى اسباب كتير، مايوباثيس، عندك الكترولايت ديستربنس ده مهم جدا، هايبو كل حاجه زائد الهايبر والهايبوناتريميا، هايبوكالسيميا وكاليميا والفوسفاتيميا، هايبر هايبوناتريميا، وبرده من الحاجات المهمه جدا في الاندوكراينال ديس اوردرز الهايبوثايرويديزم والهايبر جلاسيميك ايمرجنسز، وطبعا والفايرال والتوكسيك افكتس، لسته كبيره جدا. زي ما اتفقنا مع بعض، اما بيحصل انا كل ده في البتاع بتاع الانترودكشن في الاول ده والباثوجينيسيس، اما بيحصل بقى رابتشر للممبرين او بيبوظ، الانتراسيلر ايرمنتس بتطلع لبره في السيركيليشن، وهو ده اللي هيؤدي الى المنظر اللي احنا شايفينه. خلاص احنا عرفنا المقدمه وعرفنا الباثوجينيسيس بتاع الموضوع.
ايه بقى الكلينيكال برزنتيشن واللاب انفستيجيشن بتاع العيان؟ انا عرفت دلوقتي الباثوفيسيولوجي ليفل وانتو سسبكت رابدومايلايتس. الكلام ده هيحصل من السلايد اللي قدام حضراتكم دي. السلايد دي انا اقسمها اربع مربعات، كل مربع هتكلم عليه. انا عندي العيان ده المايجلوبين زاد في الدم وبالتالي هينزل في اليورين، العيان ده عنده اكيوت تيبيولار نيكروزس، العيان موصل فيها تشينجز، العيان السيروم فيه تشينجز، وهو ده اللي شرحه الكتاب عند حضراتكم في الكلينيكال برزنتيشن والانفستيجيشنز. تعالى نفصصهم بطريقه او بشكل ألذ من المكتوب في الكتاب. هو نفس الكلام بس تفصيصه اللي قدام حضراتكم في الرسم. تعالى نبتدي بالاي تي ان. العيان عنده اكيوت تيبيولار انجري، خلاص جايب كرياتينين عالي، نسبه حدوث الاكيوت كيدني انجري في عيان رابدومايلايسيس من 15 ل 50% بتعتمد على احتماليه او سرعه تدخل الدكتور انه يبتدي يديله فلويدز. السي كي كل ما قل عن 20,000 اللي هو كان جوه العضله وطلع بره الريسك بيبقى اقل. لكن لو في كو اكزيست كونديشن مع العيان، سيبسيس، اسيدوزيس، فوليوم قل، ده بيزود الريسك حتى لو السي كي ليفل كان قليل. اوكي، دول كلمتين على الاي تي ان كده ابيديميولوجيكال. تعالى بقى على المايجلوبين. المايجلوبين ده اللي طلع من العضله، المايجلوبين اللي طلع من العضله ودخل في السيروم ونزل في اليورين، ده هيؤدي الى ايه؟ الطبيعي انه هيؤدي الى ريد يورين، ده هيؤدي الى ريد يورين. خلاص، وبالديبستيك لما تحط الديبستيك هيديك هيماتوريا. يعني خد بالك الديبستيك ما بتفرقش بين المايجلوبين والهيموجلوبين، فهيديك كان في هيماتوريا. بس ما تيجي تبص تحت الميكروسكوب في المايجلوبينوريا هنا مش هتلاقي ريد بلاد سيلز. تمام، الديبستيك ان شاء الله انا في محاضره يورين اناليسيس هقولها في الاونلاين تبع الجمعيه المصريه الاسبوع الجاي، لا اللي بعده ان شاء الله هتكلم في الكلام ده فيها بالتفصيل. الديبستيك لو في مايجلوبين او هيموجلوبين او ريد بلاد سيلز مش هيفرق. فالمايجلوبين هنا هعمل ديبستيك هلاقي يديني بوزيتيف، اعمل مايكروسكوب ما الاقيش ايه، ما الاقيش ريد بلاد سيلز، يبقى ده غالبا مايجلوبينوري. ولكن في نقطه، هل كل العيانين عندهم رابدومايولايسيس هيجي لي بريد يورين؟ الاجابه لا. 50% من العيانين بيبقى نيجاتيف، ومكتوب في اوكسفورد 20%. المهم ان في نسبه مختلفه. ليه ممكن ما الاقيش مايجلوبين؟ اولا المايجلوبين ما بيزيدش في اليورين الا لو الليفل بتاعه في البلازما زاد عن ليفل معين. نمره 2 الهاف لايف بتاعته قصير وليه اكسترا رينال ميتابوليزم اند كليرنس، فممكن العيان يجي لي من غير مايجلوبين في اليورين اصلا. فبالتالي وجود المايجلوبينوريا يزود سسبشن اوف رابدومايلايسيس. لكن غياب المايجلوبينوريا وجود هاي اندكس اوف سسبشن اوف رابدومايلايسيس ما يلغيش الدياجنوز بتاع الرابدومايلايسيس. طيب تعال بقى نتكلم عن، احنا مقسمين اربع مربعات، اتكلمنا على الاي تي ان كلمتين ابيديميولوجيكال، اتكلمنا على المايجلوبين، تعال بقى نتكلم على المصر. الناس اللي هيحصل فيها ايه؟ بديهي العيان هيجيب ماسل بين ويكنس، الناس فيها انجري. بس خد دي بقى، 50% من العيان او اكتر ما بيشتكيش من ماسكولار سيمتومز، مش هيقول لك اصلا عندي اعراض. عشان كده السي كي والال دي اتش من الانفستيجيشنز المفروض، واوكسفورد كده على فكره، من الانفستيجيشنز المفروض تتثبت لاي عيان اكيوت كيدني انجري، عشان حاجات اللي زي دي ما تبقى مستخبيه. واحنا اصلا واحنا ماشيين وبنتكلم في السيشنز بتاعتنا بتيجي بقى نجمع ايه هي الحالات اللي ال دي اتش فيها ممكن يزيد. ادي اول حاله اتقابلنا اللي هي الرابدومايلايس. فبالتالي لازم يبقوا من الستاندرد انفستيجيشنز اللي اتعمل في اي عيان اي كي اي. تعال بقى نتكلم على الجزء بتاع السيروم ده، لان هو ده اللي هيزود السسبشن بتاعي الرابدومايلايس. نتكلم ان انا عندي في السيروم في حاجات هتزيد وفي حاجات هتقل. ايه اللي هيقل؟ طبعا انا هيبقى هايبوفوليمي، خلاص ده كلينيكالي يعني هيبقى عنده هايبوكالسيميا، واحنا عرفنا ليه، ان الكالسيوم هيهرب جوه العضله. بقيه الحاجات الثانيه دي كلها بتعلى، السي كي ال دي اتش، اليوريك اسيد، الالكترولايتس، والامينو ترانسفريز واللاكتيت. السي كي هو الدياجنوستيك، عايزين نتكلم عليه كلمتين نعرف السيناريو بتاعه يمشي ازاي. طبعا المينلي والاساس هو السي كي ام ام، لان ده سبيسيفيك للعضله، سمول اماونت من السي كي ام دي اللي موجود عندك اعمله، ولكن المور سبيسيفيك هو السي كي ام ام. ايه السيناريو بيمشي ازاي؟ ايه السيكونس بتاعه؟ السي كي يبتدي يعلى بعد ساعتين ل 12 ساعه من الانجري، ويوصل البيك بتاعه 24 ساعه 72 ساعه، الليفل بتاعه يوصل 1500 اب تو 100,000 على حسب السيفيرتي اوف انجري، ويبتدي ينزل تاني بعد 3 ايام لخمس ايام بعد ما الانجري توقف، الانجري وقفت. واخد بالك، هو بينزل مش معناه ان الاي تي ان فك، ممكن العيان يبقى خلاص عنده التبيوتز اوبستراكتد، ودي قصه ثانيه. لكن نزول السي كي معناه ان الانجري خلاص راحت، السورس اوف انجري اختفى. ودي نقطه مهمه جدا في الفولو اب هقولها حالا.
يبقى هو بيعلى بعد ساعتين ل 12 ساعه يوصل بيك 24 ساعه 72 ساعه يعني تقريبا 3 ايام ويبتدي يقل بعد 3 ل 5 ايام. ودي نقطه مهمه ان السي كي الهاف لايف بتاعه لو العيان السورس اوف انجري اختفى خلاص هو اتخبط او عن اخد دواء بوظ الدنيا وخلاص الدواء ما عادش اخده فبالتالي ما فيش مور انجري للخليه المفروض كل يوم السي كي يقل من 40 ل 50% عند اليوم اللي قبليه لو السورس اوف انرجي اختفى. فبالتالي انا لو بعالج العيان والسي كي بتاعه ما بينزلش لازم اشك في حاجه من اتنين، في كونتينيود ماسل انجري، في مشكله عند العيان ده مكمله الماسل انجري بتاعه، زي ما هنقول بقى ممكن اشك بقى لو خصوصا لو هو مش تروماتيك، لو هو مش تروماتيك فايرال بقى هايبوثايرويديزم دراج في عنده بيرسيستنت انجري، او العيان انجري بس دخل بقى في الكومبارتمنت سندروم. الكومبارتمنت سندروم ده هنتكلم عليه بالتفصيل في محاضره لوحده، ان العيان الماسل بريشر زاد ولازم وضغطه جامد وده مزود الانجري معايا محتاج يعمل فاشيكتومي العضله تتفتح عشان نقلل الضغط جوه العضله. فلو العيان السي كي ما بيقلش فكر في حاجه من اتنين، العيان ده عنده سبب تاني ميتابوليك فايرال الى اخره، قال لو كان عيان تروماتيك فكر في الكومبارتمنتال سندروم ان ضغط جوه العضله عالي، وده ليه طريقه قياس وليه طريقه تريتمنت ان شاء الله هنتكلم فيها مع محاضره الاكيوت كومبارتمنت الابدومينال كومبارتمنتال سندروم هنتكلم عليهم بالتفصيل. جميل. نقطه مهمه واخيره في العيان ده ممكن تحصل ان العيان ده ممكن يخش في دي اي سي لان جوه العضله بيبقى فيه ثرومبوبلاستين وبعض الثرومبوتيك سبستانسز، في نسبه من العيانين مع الاكسترافازيشن بتاع الحاجات دي كميه كبيره بيؤدي الى دي اي سي. يبقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده هو الشكل اللي بيجي بيه العيان المكتوب عند حضراتكم، ولكن انا عايز اكومنت في الكلام بتاع اوكسفورد على كام كلمه انا ما قلتهمش لسه. بيقول العيان ده ممكن نلاقي الالبين بتاعه عالي نتيجه الهيم كونسنتريشن اللي هو فيه لان فيه فوليوم روس، او هايبو البيمينوميا لو فيه كابيلاري ليك. فبالتالي القلب من هنا ما هواش حاجه سبيسيفيك فور دايجنوزس، هو معلومه كتبها كده. نقطه ثانيه كاتبها عكس الكلام اللي انا قلته شويه او مختلف، الريفرنسز مختلفه، انا قلت حوالي 50% بيجوا من غير ماجروبينوريا، اليورين اناليسيس بيبقى نيجاتيف، هو بيقول 20%، ما اختلفناش، احنا توصلنا في الاخر ان في نسبه من العيانين اليورين اناليسيس بتاعهم ما فيهوش ماجروبينوريا. واخيرا نقطه انا معترض عليها نوعا ما شويه، بيقول ان المايجلوبين لما يقل في اليورين ممكن امونيتور بيه تريتمنت. ماشي، مع ان احنا قايلين ان ممكن عينين ممكن يجوا من غير مايجلوبين، بس دي موجوده في كذا ريفرنس الحقيقه. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي عين رابد مايلاسيس ايه الباثوجينيسيس بتاعه، ايه الكلينيك كاباسيتيشن بتاعه، وين تو سسبكت، هاو تو تريت، هاو تو تريت. هرجع بقى للصوره دي اللي قلت لحضراتكم انا هستخدمها فور مانجمنت. تريت هعتمد على حاجتين، الباثوجينيسيس والكومبليكيشنز اللي حصلت من المرض. ده الباثوجينيسيس اللي احنا شرحناه، المصل انجري بيعمل فلويد سيكوستريشن انفلاميشن والى اخره. فانا لما اجي اعالج عشان اعالج الاي تي ان يبقى انا لازم اكسر السايكلز او الارمز اللي بتؤدي الى اكيوتي بلاميكوز. بالتالي انا عايز اعالج الثلاث حاجات دول الاساسيين. هبتدي نمره واحد، الثلاثه دول اقدر اعالجهم بالفوليوم ريبليسمنت. البني ادم عنده الفلويد بتاعه هرب في المصل زهديله فلويد. الفلويد ممكن يعمل دايليوشن للانفلاماتوري ميدييتورز، الفلويد ممكن يعمل دايليوشن للمايجلوبين ويوش المايجلوبين ميدييتورز. ايه تاني؟ ممكن ادي بايكربونات، هتكلم عليه وعليه علامات تعجب لان عليه ديبيت. البايكربونات هيعمل الكالينايزيشن لليورين ويمنع البريسيبتيشن بتاع المايجلوبين اللي موجود في التيبيولز. ايه تاني؟ ممكن ادي مانيتول انفيوجن وبرده عليه علامات تعجب لان عليه ديبيت، ده برضو هيوش اوت المايجلوبين ويزود الدايوريسيس ويوش اوت المايجلوبين من التيبيوز. ادي اول ثلاثه ارمز للمانجمنت بتاعي. ايه تاني؟ ارجع بقى للكونسيكونسز بتاعت الديزيز. العيان عنده هايبوكالسيميا اعالج ولا لا؟ هنرد. العيان عنده هايبر يوريسيميا دي هنخلص منها، خلاص هنديله الوبيرينول عشان اعالج الهايبر يوريسيميا. العيان عنده هايبر كاليميا، هعالج الهايبر كاليميا بالطرق المعتاده بتاعتنا. وبرضه هنبقى نتكلم عليها في محاضره لوحدها. واخيرا لو العيان احتاج دياليسيس زي اكيوت كيدني انجري هعالج. يبقى انا هتكلم دلوقتي خلاص، دي خلاص ما فيهاش كلام ودي ما فيهاش كلام، او هنتكلم عليها في مره لوحدها. والهايبر ريسيميا هدي الكترون. هتكلم بقى على اول اربع نقط. هبتدي بالهايدريشن وهو الاهم وهو الكورنر ستون زي ما اوكسفورد قال. اهم علاج ل الرابدومايلايسيس هو الهايدريشن. كاتب ايه اوكسفورد بقى هنا في الهايدريشن؟ كاتب ان انت ممكن تدي العيان اب تو 12 لتر في اليوم. العيان انت محتاج كميه فلويد اكتر عيان هتدي له فلويدز فيجرس ريسسيتيشن.
لغايه 12 لتر في اليوم ممكن. الاهم عندك انك تمنتين اليورين اوتبوت اكتر 150 ملي في الساعه او ممكن اوتو اكتر من 300 ملي في الساعه لو التروما سيفير. اديله ايه؟ نفس الفلويدز اللي استخدمناها في الكونتراست انديوس. هو بيقول لك انا هتدي لتر سلاين او بالانس كريستالويدز وتبدل اللتر اللي بعديه تدي باي كربونيت 1.26 و 1.4. تمام؟ لو العيان من كتر فلويدز ما تديله فلويدز كتير وعمال تديله صوديوم كلورايد او صوديوم باي كربونيت، لو العيان الصوديوم عنده على نتيجه الفلويدز اللي انت بتديها، قال لك ايه بقى؟ وهنا بقى عندي انا كومنت وعايز راي حضراتكم فيه. قال لك استخدم لتر ديكستروز او لتر هاف نورمال سلاين في 50 ملي 8.4 من 10 صوديوم بايكربونات تو ديكريز توتال صوديوم لود. طب خلينا واحده واحده، سيبنا من البايكربونات دلوقتي، عايزين نتفق على نقطه ان المين تريتمنت هو فلويدز. طيب واضح من الكلام اللي قدامي ان انا هدي سلاين او هدي بايكربونات. طيب الاجابه ايه؟ الاجابه سلاين. ما تديش بايكربونات، لا ما تديش بايكربونات الا في بريكوشنز معينه هنقولها دلوقتي. طيب ايه هي البريكوشنز؟ نمرة اتنين، هأجل الكلام على البايكربونيت المكتوب هنا سلايد واحدة بس، عايز أكمل كلامي على الهايدريشن. هدي هايدريشن 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 فلويدز سلاين. أنا دلوقتي بقول سلاين وهقول كمان شوية ليه، ليه مش بايكربونيت؟ البايكربونيت ليه بريكوشنز، مع إن أكسفورد كاتب آه بس لا ليه بريكوشنز، هنقولها دلوقتي. أفضل أدي فلويدز لغاية أما السيكي يبقى أقل من 5000، الكوز الإيفيدنس أوف كوز مش موجود، اللي هو بقى مثلا حاجة ميتابوليك إلى آخره، واليورين نيجاتيف فور ديبستيك از نيجاتيف، بس ممكن خد بالك العام الاول يبقى جاي نيجاتيف. اوكي خد بالك ان العام ما يخشش منك في هايبر بوليميا، وخد بالك انت ممكن لما تقعد تدي فلويدز كتير الفلويدز تدخل في المصر كتير يزود الضغط جوه العضله، يعمل لك الكومبارتمنت سندروم ويزود الانجري. دي امتى هتسسبكت؟ لو لقينا السي كي بي اي بيعلى اليوم ده عن اليوم اللي قبله، ساعتها اتوقع ان العضله يعني ممكن انا اخش كومبارتمنت سندروم مش من الانجري نفسها، من الفلويد ريسسيتيشن بتاعي، فلويد كتير اللي داخل جوه العضله، ساعتها هيحتاج فشيكتو. تعالى بقى للبايكربونات. هو اوكسفورد بيقول لك ادي لتر سلاين بالتبديل مع لتر بايكربونات. الاجابه لا، البايكربونات هديه بشروط. اولا اديه لمين؟ البايكربونات هديه لو السي كي اعلى من 5000 وفي سيفير انجري، شرط ان العيان مش سيفير هايبوكالسيميا. ليه؟ لان العيان في سيفير هايبوكالسيميا اديله بايكربونات يخش في هايبوكالسيميا اكتر، فالعيان يخش في تيتانيو كونفولجنز. نمره اثنين، العيان لازم يكون في اسيدوزس والبايكربونات بتاعه واطي، العيان ما عندوش ثلاث شروط دول ما تدوش بايكربونات. نمره اثنين هديه ازاي؟ هنا اختلفت الاقاويل الحقيقه، يعني الريفرنسز مختلفه. الريفرنس اللي في الصاد قدام حضراتكم ده مختلف. اوكسفورد كاتب قال لك 1.26 من 100 او 1.4 من 10 من 100. في ريفرنسز ثانيه تقول لك ايه؟ ما انت ممكن يكون، انا عايز اقول حاجه بس، في مصر اغلب اللي موجود اللي هو 8.4% صوديوم بايكربونات. طب ده هايبرتونيك، ده عالي جدا، ازاي احوله ايزوتونيك او اوربل ايزوتونيستي زي ما مكتوب قدام حضراتكم كده؟ بتجيب 150 ملي من الصوديوم بايكربونات اللي عندك، هو في منه فايلز وفي منه بوتلز، البوتل بتبقى 50 ملي والفايل بيبقى 25 ملي. هتجيب منه 150 ملي، سواء كانوا 3 ازايز او 6 امبولات، ده الصوديوم بايكربونات، وتحطه على لتر ديكستروز، كده بقى عندك 1150 ملي. ده كده تركيز الملح فيه الصوديوم بايكربونات هيبقى 130 ملي اكويفالنت بير لتر. اوربل ايزوتونيك شويه تقدر تستخدمه، غالبا بتحاول تستخدم في العيان ده او العيان الكونترست ايزوتونيك صوديوم بايكربونات. اوكسفورد بقى كاتب ايه؟ لو بصيت حضرتك في الريفرنس عندك، قال لك حط 50 ملي، 50 ملي بس، انا قايل هنا 150 ملي وفي صوديوم بايكربونات 8.4، هو هناك قال 50 ملي بس في لتر ديكستروز. انا مش عارف هي دي غلطه ولا ال 50 ملي هناك عندهم تركيزها مختلف ولا هو عايزه هايبوتونيك، انا مش عارف يعني، مش واضحه لي في اوكسفورد. لو قريت في اوكسفورد انا بقول هنا حط 150 ملي صوديوم بايكربونات في لتر ديكستروز، اوكسفورد قال 50 ملي بس، ما اعرفش الفكره فيها ايه. يبقى تاني، لو هدي صوديوم بايكربونات يفضل الدي ايزوتونيك. طب انا اللي عندي في اغلب الدول على فكره هو الهايبرتونيك 8.4% صوديوم بايكربونات، ازاي احوله ايزوتونيك؟ جيب ال 150 ملي حطهم على لتر الاكستروز
ده هيخلي تركيز الصوت 130 ملي كويف. جميل. طيب الهدف بقى، انا قلت فيه شروط ادي فيها الصوديوم بايكربونات. الهدف بتاعي وانا بدي صوديوم بايكربونات ان اليورين بي اتش يبقى اكتر من 6.5. ما هو الهدف ان انا ادي بايكربونات، ان انا اعمل الكلينايزيشن لليورين. طب انت بقى اوقف صوديوم بايكربونات، لو انا ما قدرتش ارفع اليورين بي اتش اكتر من 6.5 في خلال 3 ل 4 ساعات عشان ما بقاش بدي العيان فوليوم مهول على الفاضي. ما هو التارجت بتاعي ان انا اعمل الكلينايزيشن لليورين. طب انا ما عملتش الكلينايزيشن لليورين، خلاص وقفت. او العيان السيرم بايكربونات بتاعه اكتر من 30، انت هتدخله في الكالوزس، البي اتش اكتر من 7.5، او العيان ابتدى الهايبوكالسيميا بتاعته تبقى سيمتوماتيك. فعشان كده البايكربونات انفيوجن خطير جدا وعنيف وممكن يعمل لي مشاكل. فبالتالي الايزوتونيك سلاين اللي هو النورمال سلاين يعني ماي بي سفيشنت خالص، الا بقى العيان في سيفير اسيدوزس دي قصه ثانيه استخدم البايكربونات. ده كلام الكتب مش كلامي، بيخلوا البايكربونات سكند لاين تماما، ومضطر ان حضرتك تتابع البي اتش والكالسيوم كل ساعتين، ده هيدك رهيب، وفي الاخر ما ادكش البنفيت برضو المهول اللي يخليك تعتمد عليه. نفس الفكره في المانيتول. المانيتول ليه مشاكله كتير اللي احنا عارفينها، وبيرفع الاوزم الارجاب وليه بريكوشنز، واغلب الكتب بتتجنبه او ريفرنس برضو. اديه لمين؟ لازم عيان اصلا بيكون بيجيب يورين عالي حوالي اكتر من 20 ملي في الساعه، والسي كي بتاعه عالي 30,000، هو عايز يقول لك هتستخدم مانيتول في السيفير انجري. بتديه بدوز معينه، مش مهم الدوز مختلفه في الريفرنسز، انا عايز اوصل امتى اوقفه. لو الاوزمولار جاب بقت اكتر من 55 ملي اوزمور بالكيلو جرام، قيس بقى الاوزمولار جاب، اقعد قيس بقى ووجع دماغ. انا عايز ادي ده المانيتول عشان اعمل اوفر دايوريسيس. طب لو ما وصلتش الاوفر دايوريسيس وقفه. طب هي الاوفر دايوريسيس دي قد ايه؟ عايز العيان يجيب من 200 ل 300 ملي في الساعه يورين، ما جابهمش وقف المانيتول. المانيتول ايه مشاكله؟ بيزور الهايبر اوزمولاريتي، بيعمل فوليوم اوفر لود، بيعمل هايبر كاليميا. فبرضه ما هو ما ادانيش بنفيت اللي احنا عايز اوصل ايه، ان البايكربونات انفيوجن في غياب الاسيدوزس والمانيتول ما ادونيش بنفيت اكتر من ان انا ادي ايزوتونيك سلاين. فبالتالي الفيرست لاين اوف مانجمنت هو الايزوتونيك سلاين، غير ان الايفيدنس على الصوديوم بايكربونات انفيوجن بصرف النظر بقى عن مشاكلهم والمانيتول از فيري ويك. عايز ارجع بقى لاوكسفورد في الحته دي. قايل ايه؟ سوري، اوكسفورد في الحته دي هرجع للنقطه دي. كتب هنا النقطة بتاعت ان الرول اوف يورينري الكلينايزيشن بالطريقة اللي احنا قلناها ريمينز كونتروفيرسيال. الهدف الاساسي فوليوم ريساسيتيت ذا بيشنت، خلاص واتفقنا ازاي اعمل فوليوم ريساسيتيشن، دي نقطة. بقية الكلام ده كله احنا قلناه. النقطة بقى هنا اللي انا عايز اتكلم، وادي المانيتول بالجرعة بتاعته خلاص بقى وبمشاكله اللي احنا قلناها. في نقطة بقى هنا كاتبها اوكسفورد انا معترض عليها الحقيقة، ولحضراتكم حق الطالب. يقول ايه؟ لوب دايوريتكس، او سوري ده هنا انا موافق عليها مش معترض عليها، دي كانت في حته ثانيه انا معترض عليها. لوب دايوريتكس اسيديفاي دايورين اند شود بي افويدد، دي نقطه مهمه. ان اللوب دايوريتكس، في ناس يقول لك ادي العيان دايوريتكس مع الفلويدز عشان تعمل دايوريسيس. طيب ما احنا مشكلتنا عند المايجلوبين عنده عالي بريسبتيتد في اليورين نتيجه ان اليورين از اسيديفايد. لما تدي لوب دايوريتكس لوب دايوريتكس بتعمل اسيديفيكيشن اليورين اكتر، هتزود الانجري، فبالتالي يو هاف تو افويد لوب دايوريتكس في العيان. طيب نيجي بقى للهايبوكالسيميا، نتكلم عليها اوكسفورد بعد كده في صفحه قدام اخر صفحه. تمام، في الرابدومايلايسيس مانجمنت. امتى عالج الهايبوكالسيميا بتاعت العيان؟ لو سيمتوماتيك، العيان ابتدى بقى، عشان كده ممكن تيجي تعمل له بقى التستات بتاعت الهايبوكالسيميا، التشوفستيك تيست والتروازي تيست. تشوفستيك تيست انك بتخبط هنا على الفيشيال نيرف، لو حصل ابسيلاترال فيشيال كونتراكشن ده هنقول ان ممكن يبقى الهايبوكالسيميا سيمتوماتيك. تروازي ساين انك بتربط الجهاز الضغط على دراعه، تعليه فوق السيستول، لو حصل كربل سباس ده نوعا ما سيمتوماتيك، وهيبقى علامه ان ممكن العين فجاه يقلب بمانيفست تيتاني. او لو انت بتعالج هايبركاليميا، احنا عارفين طبعا ان علاج الهايبركاليميا اول لاين في علاج الهايبركاليميا هو ان انا ادي كالسيوم جلوكونيت عشان بروتكت الهارت من الافكت بتاع البوتاسيوم، فده الاحتمال الثاني انا ممكن ادي فيه كالسيوم. ليه ما اديش كالسيوم من الاول؟ لان مع الريكفري بتاع العيان الكالسيوم، احنا هو ايه اللي دخل عين في هايبركالسيميا؟ ان الكالسيوم هرب من السيرم دخل في العضله زي ما احنا اتفقنا. مع الريكفري بتاع العيان هتدي الكالسيوم يطلع من العضله ويرجع تاني للسيرم، يحصل له ريديستريبيوشن، الكالسيوم يرجع تاني للنورمال ليفل بتاعه. واخيرا يو هاف تو تريت ذا كوز.
خصوصا لو كوز حاجه بقى ميتابوليك دراجز فايرال، تمام، ولو كوز مش ابارنت والعيان ما عندوش انجري، ما حصلش انجري، دور بقى على الدراجز، تفتح بقى الكتاب وتدور العيان اخذ ايه دراجز، تعمل فايرال سكرين على حسب الاعراض اللي جاي بيها العيان، ودور على الاندوكراينال ديستربنس، ممكن يكونوا هم دول الاسباب اللي مش واضحه على العيان. وخد بالك برضو بفكر تاني في الاسباب دي، مش دول بس، والمايوباثي، ان العيان يبقى عنده مايوباثي لو السي كي عمال يعلى يوم عن يوم. دور على الاسباب التانية دي، تي اس اتش، دور على الدراجز، دور على الفيروسز، دور على الكونجنتال مايوباثيز بقى اللي هم موجودين في الكتاب، الانواع المختلفه للمايوباثي. طيب زي ما اتفقنا خلاص، ممكن يبقى عنده محتاج فيزيوثيرابي، دياليسيس، منين محتاج. البروجنوز الجنرالي جود لو الكوز اتعالج والعيان السبب الانجري بتاع العضله سواء كان تروماتيك او نون تروماتيك راح. ايفن حتى العيان الدياليسيس ديبندنت غالبا لو هو معهوش كوموربيديتي تاني زي سبسس او الى اخره، يعني غالبا البروجنوز بتاعه بيبقى كويس. اخر صفحه موجوده في الرابدومايلايسيس بيتكلم عن حاجه اسمها كومبارتمنت سيندروم، انا مش هتكلم عليه النهارده، انا هتكلم معاه عليه في المحاضره اللي هبتكلم فيها على الابدومينال كومبارتمنتال سيندروم، عشان بجمع كومبارتمنتال سيندرومز مع بعض، فمش هنتكلم فيها دلوقتي. واخر حاجه جاست انيميريشن، بيقول لك ان في حاجه اسمها هيموجلوبينوريك اي كي اي. دلوقتي اتكلمنا عن مايوجلوبينوريا، لو حصل تروما للعضله طلع منها المايوجلوبين، المايوجلوبين نزل في اليورين، بيقول لك نفس الكلام، اي حاجه تؤدي الى هيموليسيس اوف ريد بلاد سيل، اي سبب يؤدي الى هيموليسيس اوف ريد بلاد سيل هيطلع هيموجلوبين كتير، والهيموجلوبين ينزل في اليورين وبرده يعمل بلوك للتيبيولز، لان الهيموجلوبين بيبقى اسيديفايد، نفس تقريبا فكره المايوجلوبين، وده احنا بنتوقعه مع اي هيموليسيس، اي هيموليسيس للريد بلاد سيلز يعمل هيموجلوبينوريا ويعمل بلوك للرينال تيبيولز، وده العلاج بتاعه ايه برده؟ هيدريشن. هتلاقي العين ده الهيموجلوبين عنده قليل، الهبتوجلوبين قليل لانه بيمسك في الهيموجلوبين، البيليروبين بيعلى نتيجه الهيموليسيس، ال دي اتش هيعلى نتيجه الهيموليسيس، البوتاسيوم هيعلى نتيجه الهيموليسيس، وبالتالي ده هيبقى ايفيدنس ان عنده عبد هيموليسيس، وممكن يكون هو سبب الاكيوت تيبولار انجري. ماي هوم مسجز للرابدومايلايسيس، عشان ناخد الاسئله بعد كده نقفل الحلقات بتاعه النهارده. رابدومايلايسيس مي بي تروماتيك اور نون تروماتيك. Final common pathway of pathogenesis is the leak of intramuscular contents in the circulation, whatever was traumatic or non-traumatic content اللي هو الخلية بيطلع. Final common pathway is sequestration of calcium and water وصوديوم كمان جوه العضلة. The hallmark of AKI العيان ده مين اللي بيبقى عنده acute tubular necrosis؟ Maybe negative for myoglobinuria في حوالي 20-50% من الحالات. Muscle pain may be absent في نسبة كبيرة من الحالات. لو سيكي ابتدى يعلى تاني فكر في compartmental syndrome, metabolic disorder أو myopathies كمان. Cornerstone of management is hydration or mainly saline. Sodium bicarbonate leave precautions والاستخدام بتاعه weak evidence. Manitol نفس الكلام. Calcium supplement leave precautions بستخدمه في أوقات معينة في حالة الهايبوكالسيميا وحالات الهايبركاليميا. والبروجنوزز of this patient is very good. كده احنا الحمد لله بفضل الله خلصنا اليوم. المحاضره دي اخذت نص ساعه وخمس دقائق، واللي فاتت ازيد سنه. اتمنى ان هي تبقى اتقدمت بطريقه ساتسفاينج لحضراتكم وبطريقه كلينيكالي ابروتش اكتر. وفي انتظار اسئله حضراتكم، اي حد حابب يسال سؤال يتفضل يسال في الشات بوكس.